أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، أبدأها بأهم العناوين. الرئيس الألباني يشيد بالمشاريع السعودية التنموية في ألبانيا. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي. في اليوم العالمي للبحارة المملكة تحتفي بأكثر من 2000 بحار، والأسطول البحري السعودي الأول إقليميا. أهلا بكم. أشاد الرئيس الألباني بايرام بيغاي بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة من خلال مشاريعها التنموية في ألبانيا، وأعرب خلال لقائه بالعاصمة تيرانا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، أعرب عن شكره وتقديره للمملكة وقيادتها على كل ما قدمته لبلاده من جهود كبيرة وداعمة في مختلف الظروف. هذا وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن تسريع التنويع الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري ضمن أولويات رؤية المملكة 2030. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة داليان الصينية. وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى تحقيق المملكة أسرع معدل نمو اقتصادي لـ 2022 بنسبة 8.7%، كما حققت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 5.6%. ولفت الإبراهيم أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قويا، إذ يشكل 51% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مؤكدا أن اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي. أطلقت المملكة المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث أسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة. مشروع رائد يعبد الطريق نحو الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل، ويضع المملكة على أعتاب مرحلة جديدة تصبح فيها مصدرة للطاقة بأنواعها كافة، إذ أطلقت المملكة مشروعاً هو الأكبر من نوعه عالمياً للمسح الجغرافي بحثاً عن طاقتي الرياح والشمس، والهدف تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وجمع بيانات شاملة ودقيقة عن موارد المملكة من الطاقة المتجددة. المشروع الضخم الذي ستحدد له بقعة جغرافية هي أكبر من مساحة بريطانيا وفرنسا معاً، سيركب فيه ما يزيد على 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما سيعطي صانع القرار قائمة بأفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مشروع سيقلل إلى حد بعيد وفق مختصين مخاطر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ويسرع من إنجازها، كما سيزيد جاذبيتها الاستثمارية. وسيحقق المشروع ما تصبو إليه المملكة من تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، لتشكل الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ويحقق المستهدفات الطموحة بإزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء. كما يأتي بالتزامن مع إعلان المملكة طرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بطاقة تبلغ 20 جيجاوات سنوياً ابتداء من عام 2024، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول عام 2030، وذلك حسب نمو الطلب على الكهرباء.
حصلت المملكة ممثلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب على اعتماد العضوية الكاملة في اتفاقية سيول خلال عام 2024 بعد أن أتمت الزيارة النهائية من قبل أمانة الاتفاقية للوقوف على عمليات الاعتماد في البرامج الجامعية في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في المملكة. ويعد ذلك إنجازا كبيرا يعكس ثقة أكبر لمنظمات ضمان جودة التعليم الجامعي في أنظمة ومعايير الجودة في المملكة، ويؤكد تميز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم السعودي دوليا. أكدت نائبة رئيس حقوق الإنسان بالبعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شذى الأحمدي، أكدت أن المملكة اتخذت في مجال التعليم خطوات وإصلاحات متسارعة في إطار رؤية المملكة 2030، وأن مملكة تولي الحق في التعليم أهمية كبيرة، وقد ترجمت ذلك من خلال تضمينه كحق دستوري في المملكة لجميع المواطنين. السيد نائب الرئيس، اتخذت المملكة في مجال التعليم عدد من الخطوات والإصلاحات المتسارعة في إطار رؤية المملكة 2030، ومنها توفير فرص التعليم للجميع وتعزيز تكافؤ الفرص واستمرارية مجانية التعليم وتعزيز المساواة في مجال التعليم وتطوير المناهج والعناية بأداء المعلمين والمعلمات والإشراف التربوي وتطوير أدوات ووسائل القياس والتقويم وبرامج الإرشاد والتوجيه التربوي. كما وأقرت المملكة أنظمة لضمان التحاق الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة بالتعليم. ختاما السيد نائب الرئيس، لقد سجلت المملكة تقدما لافتا في المؤشرات العالمية للتعليم مثل نتائج برنامج التقييم الدولي للطالب بيزا الصادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيفات العالمية نتيجة لما يشهده قطاع التعليم العالي من اهتمام ودعم إلى جانب تمكين البحوث العلمية والابتكار. تشارك المملكة اليوم في المعرض الدولي للنقل والخدمات اللوجستية الذي يقام بمدينة شنغهاي الصينية، ويأتي جناح المملكة تحت مظلة استثمر في السعودية، يأتي بمتابعة وتنظيم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب، وبمشاركة 13 منظومة لنقل والخدمات اللوجستية، ليستعرض أهم وأبرز منجزاتهم وأدوارهم الرئيسة والتعريف بخدماتهم. هذا ووقعت الشركة السعودية العالمية للموانئ وشركة ساني الصينية أكبر عقد منفرد عالميا لتعزيز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ب80 شاحنة كهربائية صديقة للبيئة، ليصبح أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، والتي ستساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. احتفت الهيئة العامة للنقل بأكثر من 2100 بحار سعودي عبر أكثر من 420 سفينة ضمن الأسطول البحري السعودي بمناسبة اليوم العالمي للبحارة. وأكدت الهيئة أن الاحتفاء جاء تقديرا لجهود العاملين في المجال البحري ومساهما في زيادة الاهتمام بهم والعناية بسلامتهم، إضافة إلى ترسيخ دور الأسطول البحري السعودي وإبراز مكانته التي يحتل بها المركز الأول إقليميا. أكدت النيابة العامة حظر جميع أشكال التحرش، مشيرة إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش يتضمن عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه الجريمة. النيابة أوضحت أن عقوبة التحرش تتضاعف إذا كانت الضحية طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن من يخالف نظام مكافحة جريمة التحرش يواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة في مدينة القطيف إلى النيابة العامة تصنع وتسوق مستحضرات تجميل في منزل سكني وتخزن المنتجات في موقع غير مرخص. وأشارت الهيئة إلى أنه تم إغلاق الموقع الخاص بالتخزين وضبط وتحريز المنتجات والتي تقدر كميتها ب 365,000 منتج، هذا وقد تصل العقوبة إلى غرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات. أجرت مدينة الملك فهد الطبية ومن خلال المركز الوطني للعلوم العصبية أجرت عملية نادرة لطفل بعمر 3 سنوات يعاني
من استسقاء دماغي مزمن وتضخم شديد في حجم الجمجمة تسبب بإعاقته عن الحركة، حيث قام الفريق بعملية تقليص حجم الجمجمة. سبحانه وتعالى وتوافر الخبرات وتضافر جهود جميع الطواقم الطبية تمت العملية. طبعا العملية استمرت لمدة ما يقارب 12 ساعة، بعدها خضع المريض للتنويم في العناية المركزة، وبعد ذلك تقريبا قضى فترة أسبوع في العناية المركزة، وبعد ما خرج من العناية المركزة قضى فترة من أثناء الدخول في الجناح، وبعد ذلك أجرينا عملية أخرى وهي إدخال أنبوب تصريف دائم للسائل الشوكي حتى نمنع حدوث هذا في المستقبل للطفل. أعلنت جامعة طيبة عن فتح باب القبول لاستقبال الطلاب الموهوبين والمتفوقين من جميع مناطق المملكة للدراسة بالجامعة عبر القبول المباشر وغير المشروط. وأوضحت الجامعة أنها تهدف من خلال توفير 200 مقعد لاستقطاب ورعاية الطلاب وطالبات الثانوية العامة الموهوبين والمتفوقين الراغبين بالالتحاق بها من خلال توفير مسارين، هما مسار الأولمبياد ومسار الموهبة الخاصة. دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار دعت الباحثين والمبتكرين إلى المشاركة في تحدي شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة، وذلك لتقديم حلول تسهم في تحويل الأفكار المتميزة إلى تقنيات قائمة على الابتكار لدفع النمو والتقدم التقني في مجال شبكات الاتصال اللاسلكية المفتوحة لتعزيز البحث والتطوير ضمن اقتصاديات المستقبل بصفتها أحد الأولويات الوطنية للقطاع. أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن بدء التسجيل لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف للدفعة التاسعة في 8 تخصصات بالقطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين. وبينت الأكاديمية أن البرنامج يأتي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة. أعلنت إدارة موسم جدة 2024 عن إطلاق فعالياتها لهذا الموسم تحت شعار من جديد يوم الخميس المقبل، وسيكون حفل الافتتاح في منطقة جدة آرت بروميناد الواقعة داخل واجهة جدة البحرية، وتقام الأنشطة والفعاليات الترفيهية والسياحية والثقافية تقام في 8 مناطق مختلفة في جدة. إلى العناوين. الرئيس الألباني يشيد بالمشاريع السعودية التنموية في ألبانيا. وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي. وفي اليوم العالمي للبحارة المملكة تحتفي بأكثر من 2000 بحار والأسطول البحري السعودي الأول إقليمياً. في أمان الله.